بالمناسبه هو ده اللي موسيماني قاله، ده مش كلامي. يعني لو هنروح بحضراتكم دلوقتي تحديدا لكلام موسيماني خلال المؤتمر الصحفي اللي كان طبعا بعد المباراه، هو قال تحديدا يعني ان الفريق الافضل هو من خسر، فعندما تلعب في ارض محايده وجمهور متساوي بين الفريقين عندها تتحدث عن الفوز والخساره، وكلام منطقي بصراحه. اعتقد ان كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعاده. واضاف البعض يسالني عن التشكيل والخطه لاني خسرت، لكنني افكر هم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل. الجميع يعرف أن السولية مصاب ولهذا لم ندفع به. وأكمل هو أكمل يعني كرة القدم في البداية تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرس تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف، ونفس الكلام إحنا بنقول. يعني الراجل ما طلعش قال لك على فكرة إحنا الفار كان ضدنا، إحنا مش عارفة. الراجل قال لك أنا لما بغلط بقول أنا ضيعت فرصتين، العالم كله شافها. فتحدث موسيماني بمنتهى الشفافيه كالعاده، واكد كمان انه ليس لديه مشكله مع التحكيم سوى في اهدار الوقت خاصه في الشوط الثاني. كان ينبغي على الحكم ان يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه بص بقى المهم اللي جاي ده، قام باستبدال ساعته في 3 دقائق والحارس سقط على الارض 3 مرات واهدر هو كمان يعني اكتر من 3 دقائق. ده بالاضافه للناس اللي هم او الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في الملعب اللي اضاعوا برضو وقت كبير جدا اثناء اعاده الكره. وده حدث لان الاهلي بيخوض المباراه على ملعب المنافس، يعني بمعنى اصح ده المتوقع. انت شفت بقى وبفكره كمان اهدار الوقت، دي نقطه مهمه جدا الموسيماني قالها هنعلق عليها، لكن خليني اروح لبقيه الحديث بتاعه. هو اختتم موسيماني تصريحاته بتهنئه الوداد يعني ومدربه بالفوز في المباراه. وليد الركراكي مدرب برضو يعني تقيل، مش هنقدر نقول ان مدرب الوداد وليد الركراكي مش تقيل، لا مدرب تقيل. تصريحاته كانت ذكيه جدا قبل وبعد المباراة، ولكن دي ملابسات حصلت. ونقطة إهدار الوقت يا كريم احنا شفناها امبارح، كنا قاعدين ها قوم بقى، عارف لو تبقى قاعد لحد ها وبعدين، يعني مش كده، لا مش كده، تضيع وقت كان سخيف. عارف لما انت تبقى في عرض كل دقيقة والخصم عارف ده وفي نفس الوقت هو بيتعمد، فمش مشهد اللي احنا كنا متوقعينه برضو، عشان الواحد يبقى اونست صح ولا عارف ايه؟ عارف انا هود على صعيد إضاعة الوقت النقطة اللي انت بتتكلمي عنها، ومن منطلق ان شر البلية ما يضحك، امبارح كان في اكتر من لقطة الحقيقة في وسط سخافة المشاعر اللي كلنا كنا حاسين بيها وقت متابعتنا للماتش، لكن في اكتر من لقطة كانت تتوصف بان هي لقطات كوميديه. يعني حتى اللي بيجي يضيع وقت الهواد بيعمل الحد الادنى من المجهود انا اسف عشان يحسسك انه فعلا مصاب، لكن ده كان فيه يعني حارس المرمى في اكتر من لقطه، منهم لقطه عمل لوحده ومع نفسه وبما لا يستدعي شقلباص في الهواء ووقع بمجابه على الارض عدله فيها 2 3 دقايق. لا انت شفت حسوني تقريبا كان حسوني هو اللي بيلعب لما وقع على الارض وبعدين الكاميرا بص على الحكم ووقع بوت، دي كانت صريخ ضحك. لا 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 غير عادي يا جماعه اللي كان بيحصل. انا بقول لك شر البليه ما يضحك فعلا، الحد الادنى من المجهود اللي كان لازم يتعمل لاقناع الحضور والمتابعين عبر الشاشات ان فعلا في حاجه تستدعي الوقوع وبالتالي اضاعه الوقت، فشيء عجيب جدا الحقيقه، يعني لا تعليق على هذا الامر.